الإخوة السودانيين اللي هم بدأوا يتوافدوا على مصر بأعداد ضخمة للغاية بسبب الأحداث المؤسفة في السودان. عايز أقول لكم أن مفوضية اللاجئين شكرت مصر. مفوضية اللاجئين وجهت شكر لمصر لدعم السودانيين وتدعو العالم لمزيد من المساندة. والدولة المصرية عاملة جهود كبيرة جدا. كريستيان بشاي المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قالت: أنا بشكر الحكومة المصرية علشان منحت النازحين من السودان الحماية الدولية، وإن تتكاتف كل المنظمات الأممية في محاولة لمواجهة الأزمة. وأشادت اللي عملته الحكومة المصرية لأنها بتقدم خدمات الصحة والتعليم للنازحين واللاجئين زيها زي المصريين بالظبط، وأنها بدأت تقدم إعانات شهرية للأسر الأكثر احتياجا وإعانات للأطفال. على الهاتف الدكتورة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة. السعادة السفيرة أهلا بيك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. رأي حضرتك إيه في الجهود المصرية وتوقع استمرار تدفق اللاجئين على الحدود المصرية من السودان؟ هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت في بداية البرنامج إنه هناك شكر وجه لمصر للجهود المبذولة حاليا لإنقاذ السودانيين النازحين إلى مصر. هو بلا شك الأزمة الحالية مؤدية إلى تزايد أعداد المهاجرين أو بالأصح اللاجئين، المصطلح الأصح الآن، لأن إحنا في منطقة حرب. والأكثر تضررا من هذه الحرب هم دول جوار السودان، اللي أصبح هناك أعداد متزايدة يوميا من المواطنين المدنيين السودانيين النازحين إليها. تمام فندم. طيب أنا عايز حضرتك، في هنا حالتين بينظر إليهم العالم: حالة المواطن السوداني المتواجد داخل السودان حتى الآن، وحالة المواطن السوداني الذي خرج من السودان إلى دول الجوار. قولي لي كيف ينظر العالم والمؤسسات بقى الدولية والجمعيات والمساعدات وغيرها، وإيه المتوقع إن احنا نشوفه في القريب العاجل لمساعدة هؤلاء؟ هبدأ طبعا بالمواطنين اللي داخل السودان اللي هم في منطقة النزاع. أول حاجة المؤسسات الدولية جميعها حاليا بيحاولوا في أوقات الهدنة الوصول إلى هؤلاء المتضررين لتوفير لهم الماء والغذاء والمسكن في حال إذا ما كانوا خرجوا من مساكنهم ولكنهم في مناطق النزاع المسلح. ده جزء اساسي من دور المنظمات الدوليه، عشان كده حضرتك اكيد عند المتابعه ستجد كافه قاده العالم بيطلبوا بفترات الهدنه الامنه لوجود ممرات انسانيه لدعم هؤلاء الموجودين في مناطق النزاع. مؤسسات اخرى مثيله سواء من الامم المتحده او من الاتحاد الافريقي او المنظمات الدوليه الاخرى، الاغاثه المختلفه بتعمل على حمايه اللاجئين ومن خرجوا من السودان، بدايه من دعم الدول المتلقيه لهم. وبلا شك مع زياده الاعداد سنجد طلبات لجوء اكثر من قبل المواطنين النازحين خارج السودان. برضو الأساس هو توفير بالنسبة لمن خرجوا من السودان المسكن، الغذاء، وتأمين حياتهم وإمكانية الوصول إلى أماكن يستقروا فيها لحين الانتهاء من النزاع. سعادة سفيرة دكتورة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.